فنانة طموحة بتسعى دائماً للتطوير والإبداع. من شدة عشقها للفن حولت بيتها للوحة فنية تلفت الأنظار من شدة جمالها. عم نحكي عن الفنانة التشكيلية مها المحيسن. خلينا نشوف هالجمال وهالفن، تعالوا معنا. مرحبا. شو هالجمال وشو هالفن، كيف حالك؟ ست مها، اول شيء اهلا وسهلا فيكي معنا اليوم، احنا كثير مبسوطين انه انت معنا اليوم موجوده. اهلا وسهلا فيكم، وانا بسعدني وجودكم اكثر. تسلمي. بدايه عارفين عن فنك ست مها؟ هلا انا مها محيسن، مواليد الاردن، ولدت بالاردن وعشت بالاردن، ورثت هاي الموهبه عن ماما الله يرحمها. بدأت أرسم من عمري 7 سنوات، لكن بهذاك الوقت بالمدارس وما أتحت لي الفرصة إني أنا أطور موهبتي، ظلت أرسم سنوات. ما تأثرت بفنان، ما تأثرت بأسلوب، ما تأثرت بأشياء سوى بنفسي، إني أنا ببحث عن نفسي ولابد إني أظهرها في يوم من الأيام أو تظهر إلى أرض الواقع وعالم الوجود. احكي لنا عن فكرة بيتك، يعني الواحد حاسس حاله انه هو بمعرض، شو ردة فعل الزوار لما يجوا عندك أول مرة ويطلعوا على هاي اللوحات والرسومات؟ هاي الجداريات كلها من السيراميك، عملناها ريسايكل، طبعا بمبدأ الريسايكل كلها إعادة التدوير من السيراميك المكسر والمقطع، استغلناه جبناه من عدة أماكن، في ناس برعونا فيه كمان لحتى كملنا هاي الجدارية كلها من السيراميك زي ما انتم شايفين. هاي الجدارية من الحجر، حجر الزلط اللي هو الحجر البحري، وأشياء كثيرة من اللي حطيناها دخلناها بالجدارية مثل الحصو الصغير مع السيراميك، أشياء خراز مع السيراميك. هلا نحكي عن هاي الجداريات اللي عملتيها بالبيت، هي رسالة انت بدك توصليها ولا نحكي لا بس هي عبارة عن لوحة فنية؟ لا طبعا اوف كورس، يس، هي رسالة. طيب. هي رسالة انسانية. اول رسالة انه ما كنت اعتقد ابدا انه انا بقدر اني اعمل هيك شيء. كان تحدي لك؟ كان تحدي لي، فكانت رسالتي انه انا اثبت انه لا، انه الانسان اذا قرر انه يعمل شيء او عنده مقدرة انه يعمل اي شيء بده اياه، انه ما في شيء بالحياة صعب، وانه انت حتى لو ما تعلمت الشيء بالفطرة انت بتتقنه. شو الموضوعات عادة اللي بتحبي انك تعبري عنها من خلال رسوماتك؟ بحب اعبر عن كل شيء، يعني ممكن الشيء الوحيد اللي اتناولته بفترة بسيطة قليلة انه الإنسان. مش كتير رسمته رغم أني رسمت بورتريه كتير من وأنا صغيرة، بدأت مأخوذة بالطبيعة بألوانها، بالكون، بسحره، بألوانه، بخلقه، بطيوره، بكل شيء فيه، فبدأت بحثي بالطبيعة، بالمادة، بالمواد، بالحجر، بالصخر، بالشجر، بالورق، بالألوان تاعتها. لأي مدى بيرتبط فنك ورسمك بالواقع الحياتي؟ هلا أنا إلي فلسفة، يعني تقريباً في أعمالي بنتهجها، ممكن إن نعيشه كواقع، ممكن إن نعيشه كحلم، وممكن إن نعيش ما بين البينين. إلي 18 معرض شخصي داخل الأردن وخارجه، إلي ما يقارب 400 مشاركة برضو داخل الأردن وخارجها، حصلت على تكريمات وجوائز و ميداليات عديدة، ولا زلت أنا مستمرة في العمل الفني.
اليوم تعرفنا على فن جديد وإبداع جديد مع الفنانة التشكيلية مها المحيسن، نتمنى لك المزيد من النجاح والإبداع. شكرا جزيلا، وأنا كمان تعرفت فيكم جديد وأشكركم جدا، وأشكر قناة رؤية على اهتمامها وعلى تواصلها مع الفن والثقافة. شكرا لكم، شكرا كثير لكم.